مسوناش اول حاجه ابونا معايا بيت 90 جار. اول حاجه اليوم قصه واقعيه مع واحد بنت. اول حاجه انا كنت نحشم بزاف، ما قدرتش نشوف البنات وشي تحت راسي بزاف ونساوش الخروج. اول حاجه مشيت على دار صاحبي عرض عليا الحفله زوينه وكندوز الحفله وحلوى وشي كتو زوين كامل دوز واحد الليله زوينه. وانا مثلا تنحشم بزاف الشعور ديالي انا تنحشم هادشي اللي فيا اللي دير واحد لقيتهاش انا شنط ما شعرتش غادي في الشعور شين كنت نحس انا هي في شنط انا ما قعد حد ما قعد بنت قعد بزاف هادشي ناقص لي تعطيني كوميديا وجبتيني وكلشي ما شعرتش انا براسي والله العظيم. ويوا كملت معاها دوش عاد فرق كان نوض نشطح نشطح انا وياك كي صافي كي هي هي يوقع نوض نقصان وياك شنو صافي دوز كبيره صوانا شطحنا فرحت انايا ما شعرتش راسي كشي اللي دوز معاها هي وخوت والله ما شعرتش حسيت بواحد الشعور زوين واحد الاحساس واعر حسيت بواحد الراحه والله العادي يا خوتي تي تبكي انا ما شعرتش باش حسيت وكاين الحاجه والله باش خديت عاد النمره وقيتها وتشحط الواتساب قلت لي اه هي شدرتها في الواتساب وعطات لي الاسم ديالها قريتها سميتها ووضعت معاها تعرف عليها مزيان بعدا صافي جيت مع السون وكلشي ومن بعد قلت لها انا كان عزيز عليا راه من بعد حيت ما قدرتش نجاوبها قلت انا كنبغيك وهذا الشيء والله العظيم قلت لي صافي انا تنبغيك هي اش طولت مع الهضره صافي انا كملنا عرفت الشيء ديال الواتساب الحب كيف شكون ايوا صافي مش غن خيب لك ما علينا ايوا تماك صافي مشيت عند دارهم خطبنا مشيت عند امهم اول حاجه توصلت الوالده مشيت حق ضربت عليها توصلت الوالده قالت لي راه حد ليا زوينه وظريفه بنت الناس مشيت عند الوالده قالت لي صافي قالت لي واخا انا موافق مشيت عند مشيت دارهم مشيت انا الوالده واختي وكلشي الوالده كان فرحان مشينا دارهم الوالده كانت قابله والدريه فرحات مشيت عندها صافي خطبنا ومن بعد بقينا شحال عس صافي ودرنا الخطبه تعرفت عليه مزيان صافي درنا الخطبه من بعد دوزت معاها ديك الخطبه ليله زوينه درنا في الليل باش طلع الخطبه زوينه ايوا صافي جديت معايا فرحات وانا كنت ناشط انا وياها هو اللي نشطو صافي جبت لها كادو من عندي ديال الخطبه والله اختي باش عرفت باش تخاطرت انايا والله خوتي شعرت واحد اشعار واحد الشعور باش حسيت عرفتي شديت البكيه وقلت الدريه حسات معايا واحد الشعور قدرتني حتى هي حسات شعور فرحات بزاف بزاف ما نساتنيش بقات